السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما شفتوا فواحد شويه كنت كنكرط له السطح طبيعه الحال، عرفتها تعرفوا علاش؟ لان انا بغينا نديروا ليه الصباغه من الفوق لانه قهرتني انا يا القطره. قطره ما كتخلينيش نعس ملي كتكون الشتاء بسبب هاد البارابولات اللي كاينين هنايا وشي شوق كاينين هنا. انتم الاخوان كيف ما كتشوفوا راه كاينين الشقق هنايا، شتيهم هما يا. وغادي نديرو ليهم هاد الصباغة هادي اللي خديناها ديال الماء، هاهي كيف ما كتلاحظو معانا هادي الصباغة، وغادي نعاودو نديروها. إذا طريقة العمل كتكرط في الأول، كتكرط السطح كامل اللي فيه شي ربيع بحال هاد الربيع. شوف شحال كرطنا منو كرطنا منو واحد شي، ها نشوف واحد شي كرطنا منو شي بلاصة فيها باش داكشي يكون مسافي مكاد هو هداك. المهم تكراط حنا كرطناه كيف ما كتلاحظو معانا، هانتوما كرطناه كامل. ودابا غادي نبداو في عمليه الصباغه ديال المياه. هاد الصباغه هادي 5 كيلو ديال الصباغه، حنا نحاولوا نصبغوا غير البلايص اللي متضرين اللي فيهم الثقاب. الصراحه دابا ندخل نوريكم يعني البيت من الداخل، يعني في واحد الحاله لا يرثى لها. ملي كتكون شتاء كنتكرفس مزيان، والله يعفو علينا من الكلام، الله يعفو علينا من نديروا حنا ديورنا وهذا الشيء اللي كاين الاخوان. طبيعه الحال هذا بالدعم ديالكم وب يعني باستمراريه ان شاء الله، وكنتمنى الخير للجميع. اذا غادي نبداو نباشروا في عمليه ديال الصباغه، تابعونا حتى الاخر وما تزابطوش الاخوان، وتبارك الله عليكم. الاخوان غادي نباشروا العمل ونبداو نصبغوا السطح دابا بالصباغه اللي وريتكم. الطريقه ديال العمل كيفاش دايره، اولا كتجيب داك الرولو، داك الرولو اللي غادي تصبغ به كتخشيه في الماء مزيان حتى يشرب مزيان كما تلاحظوا. وهاد الخمسه يطرو ديال هاد الخمسه يطرو ياك 5 كيلو عفوا 5 كيلو ديال الصباغه. كيف ما كتشوفوا هاد الخمسه، هاد الخمسه كيلو هادو فراه كندير فيهم على الاقل واحد السيترو د الماء، خلطوها بها باش ما تجراش مزيان، باش منين تحطها فوق الميتو تبقى لاصقه شويه، ماشي تبقى تدوش شويه في راسها. اذا غادي نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا الطلع هذا، ونتمنوا ننجحوا في العمليه. لا بلا ما نحتاجوش للمعلم ولا نجيبوا معلم اللي غادي يصبغ لينا السطح اللي هو شي مجرد 3 متر ولا 4 متر ديال المسافه باش غادي نجيبو معلم. اللهم الانسان يقوم بالواجب ديالو بوحدو، وهادشي ومزيان الانسان اي حاجه يديرها الانسان ويتعلم عليها وعلاش لا. اذا غادي نباشروا ان شاء الله في العمل، ما تزابطوش خليكم معنا حتى نساليو العمل، وبسم الله يا رب على بركه الله. الاخوان حاضر معنا الحبيب حتى هو كذلك غادي يعاوننا في العمليه. اذا هو بدل الملابس ديالو وغادي نبداو في العمليه ديال الصبغ السطح بالانفل ديالها. واش العشران بيبوجي الكازاك ديالو بدل هويه ها بحال دوك الحايا ياك ما بحال دوك الحايا كيجاكم اللوكا باش تعرفوا واحد القضيه الاخوان، راه ربما الاغلبيه ديال الناس كيستعملوا هاد الصبغه هذه. غادي نديروا واحد الدوره في السطح ديال البلاد كيفاش داير ونرجعوا. مش عايزين نجقد الكاميرا شي بلاصه ليش؟ قلت انا بغيت نصبغ. ايوا كي غادي تصبغ صبغ بجوج ما يمكن. اذا غادي نديروا هاد الكميه ديال الماء الاخوان، هاد الشويه ديال الماء
الشمس عارف غيبه اذن كيبان في الكاميرا. الصباغه اذا كيف كتشوف اخوان الصباغه شويه جاريه بزاف مزيان الاخوان باش تتبان لك جرات مزيان شويه. غادي يكون شويه ديال الصوت غيكون فيه العجاج ولكن ضروري ما لانه غادي قالوا البارح غتكون هكا بعدا غتبيعوا لها كاع قال لك غادي يكون المرحله البرتقاليه. الخلط ديال هاد وغادي نبداو في العملية ديال الصبغ. لا نبداو عملية الصبغ العملية ديال بسم الله
واش قلبها؟ قلبها هذا تعطيه وجه لهجي هكا. قلنا قلنا ترى ما عمرت يا شيخ، ترى انا راه سباغ. اه سباغ الحيط سباغ لي راسك من راسك سباغ. شد لي فان، شد لي فان اصاحبي. لي فان تيشوفوا فينا الاحباء والاخوان هما ماشي مرا الاخوان تيشوفوا فينا. لي فان شافونا اسنان طفرنا غيوقفوا علينا دابا هنا الجاع وشاني. دير لهم تحية دير. دير تحية دير. التحية التحية. تحية لكم الاخوان. ها آه شكرا الله يحفظك. ها آه شكرا الله يحفظك. شكرا سبوتو. ها لا لا بوت البوز. التحيه لك تا خويا التحيه لك ويلي صافي قالوا الناس ديك الايامات كتمشي للموقف وكت تيخرجوك تا انت مزيان وكيخلصوك وكدير لهم بحال التباغادي ويلي الا عادي هادشي شنو وكيعيطوا لك الناس نيت عيطوا الناس قالك ما عارفش انت صح عندك كارت فيزيت ديالك اييه كيعيطوا التليفونات ديالك ويلي دير ليه سيلونس باش ما يتبرزش فرستوا لي راسي مزيان وكدير بحال الصباغه هادي انا الصباغه شي ناضيه انا مزيان قريتي عليها ولا غير تنطح قريت عليها ويلي صافي كندوي معاك راه فيه انت ما عارفش انت يا صح دابا الصباغه من ناس مسنوعه الصباغه من ناس مسنوعه من الصباغه ما عليكش كمل عليكش و تنقول فين شيفك وراك وراك مزيان شويه وراك ها لا ما اش دابا بتوريني حرفتك لا حرفتك يلاه سير هذيك هذيك تقشرات القشرات حيدها وعاود حيد القشره بتوريني ضرب ها حيدها باش ما غادي تطير ما غاطيرش اسكت غادي تدوس عليها الصباغه وتعطلت في دقني يا صاحبي معني سابقيت كاع خدام زيد اخويا زيد الله صافي اصافي طلع لي الدم انا خليه غا حسن ها خدنا ها الصباغه ديالنا خويا كنتعاونوا على الزمان خويا نطيح نطيح معاه ماشي كاينه إذن الإخوان إحنا تتشوفوا كما تتشوفوا إحنا سالينا السباغة هكا تيديروا لها وكنتمنى القطرة تبعد منا لأنه عارضنا الصلاح في الله هادشي اللي كاين الإخوان السباغة إحنا سبغناها تحية لكم أنتم وشكرا على المتابعة بزاف جوتي شكرا على المتابعة وما تنساوش عاوتاني كيف العادة أنا دابا تنقول لكم الطالب هذا ما تبخلوش علينا بواحد اللايك اللي ما مشاركش القناة مشارك القناة ايابات دعمنا شكرا بزاف وتحية لكم طنجة القويرة السلام عليكم ورحمة الله.
شد انا جلس هنا علاش انا غنجلس هنا علاش لا 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 ما تسدش دابا شحال تعطيني دابا نسد نعطيك العين الحبيب نعطيك العين صافي بلاش عشير يلا ان شاء الله 20 ان شاء الله.